العم محمد يعني من الأسرار التي لم أكن أعرفها بأنه يعني يعتبر لو الآن صح الكلام لو أنه أظهر نفسه كما يحب الناس التملق وإظهار الذات وغير ذلك، لو أظهر نفسه بما قام به لعجب الناس أن العم محمد كان بطلا قوميا، بطل قومي. من هو البطل القومي؟ عادة واحد سوى شيء للبلد، مش عداء مزين ولا مسجل له هدف، لا، ما الذي قام به العم محمد؟ لن أذكر التفاصيل كلها، ولكن باختصار أن العم محمد بعد كفاح طويل من العمل الشاق ويعني التغرب والاغتراب هنا وهناك، عمل في إحدى السفارات التي كانت تكيد لبلادنا الحبيبة هذه المكائد. فلما علم ذلك خلط الأوراق على هذه السفارة وغيرها من السفارات المتآمرة على هذا البلد، إلى أن فشلت الخطة بأكملها، فشلت الخطة بأكملها في القضاء على يعني على مبادئ هذا البلد العظيم. هذا الرجل لو أراد أن يظهر هذا العمل الذي قام به لكان له يعني حق له أن يفعل ذلك، ولكن كما قيل عنه كان هادئا في حياته، لا يحب المرار،